ورحمة الله وبركاته، معكم هناء عبد العزيز من قناة لقطة فنية. عندنا النهاردة خبر فني عن الفنان أشرف عبد الباقي. أعلن الفنان أشرف عبد الباقي تدشين في الخطوة المسرحية الجديدة المكونة من مجموعة جديدة من شباب، حيث أطلق على فرقته المسرحية اسم كلها غلط، والتي تبدأ أولى عروضها المسرحية على مسرح نجيب الريحاني في وسط البلد، تحديدا في شارع عماد الدين. يأتي إعلان الفنان أشرف عبد الباقي عن تكوين فرقته الجديدة بمثابة إعلان رسمي بانفصاله عن عروض فرقة مسرح مصر التي قام بتدشينها منذ أكثر من 7 سنوات، وتحديدا عام 2011. وكانت قد أثيرت الكثير من الشائعات عن انفصال الفنان أشرف عبد الباقي عن مسرح مصر نظرا لانشغال أغلب نجومه الشبان سينمائيا ودراميا وتعاقدهم على أعمال درامية في عام 2019، إلى أن تم تأكيد خبر الانفصال وتكوين فرقته المسرحية الجديدة. وقد نشر الفنان أشرف عبد الباقي فيديو على صفحته الرسمية إنستغرام، علق على الفيديو قائلا: إن شاء الله تعجبكم المسرحية، فرقة جديدة كلها غلط، فرقة جديدة وفكرة جديدة، إن شاء الله تعجبكم، استنونا على مسرح الريحاني بوسط البلد. ودي كانت لقطتنا الفنية عن الفنان أشرف عبد الباقي. ولو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا للمتابعة.